أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 29 22 يكون الجو فيها أيضا مائل للحرارة، في مطروح 29 20 مائل للحرارة، في بورسعيد 29 23 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 34 21 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة حرارة العظمى هناك 34 والصغرى 21 يكون الجو فيها حار، والصغرى 21 والكبرى 30 في العريش ويكون الجو فيها حار، في طابة 34 21 يكون الجو حار، في شرم الشيخ 36 26 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 36 27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 والصغرى 26 يكون الجو فيها حار، في أسوان 38 26 يكون الجو فيها أيضا حار، في الوادي الجديد 37 25 يكون الجو فيها حار، في شلاتين 34 25 ويكون الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 32 26 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.